السلام عليكم. الكيس اللي راح نتحدث عنها هي الدايبيتك فود. قبل لا أدخل بتفاصيل الكيس مالتي، أريد مقدمة شوية عندنا بسيطة عن البري أوبراتيف كير بالدايبيتس بيشنت. البيشنت اللي بصورة عامة يريد يخضع للسيرجري وهو دي ام. السيرجري بحد ذاتها هي حتكون ستريس لهذا البيشنت، والستريس راح يسوي لي ستيميوليشن للنيورو اندوكراين سيستم، وبالتالي راح يصير عندي ستيميوليشن للكاونتر ريجوليتوري هرمون اللي هي مثل الكاتيكولامين والكورتيزول والجروث هرمون والجلوكاكون. هاي الهرمونات ايش راح تسوي؟ راح تحفز لي جلايكوجينولايسيس اللي هو البريك داون مال جلايكوجين الجلوكوز، وايضا تحفز لي الباثوي الثاني اللي هو شنو؟ جلايكونيوجينيسيس، وهي تصنيع الجلوكوز من النون كربوهيدرات سورسز. فهذه حضيف لي يعني هايبرغلايسيميا إضافية للبيشنت اللي عنده أصلا هي الهايبرغلايسيميا. بعد أيضا أنه هاي الهرمون هي تسوي لي إنسولين ريزيستنس لأنه أنتاغونايز الإفكت مال إنسولين، وأيضا الستريس يسوي لي يقلل الأبزوربشن مال هايبوغلايسيميك إدراك. فالسيرجري يعني ذلك دائما نشوف أنه البيشنت اللي هو دي ام بالسيرجري يزيد بعد الجلوكوز ليفل مالته، وما يدخلوا العملية الا لازم يضبط البلاد جلوكوز اللي يدخل العملية، لانه ستريس العملية يزيد البلاد شوجر اكثر مما هو عليه. بصورة عامة هسه احنا عندنا البيشنت اللي هو دي ام، اكو ملتزم اكو مو ملتزم. البيشنت اللي هو ملتزم ويل كنترولد وما عنده كومبليكيشن وماينر سيرجري مو ميجر سيرجري، هذا مجرد اقدر انطي appropriate IV regime اللي هو infusion يعني بجلوكوز وانسولين وبوتاسيوم. هاي سوى تكون ممزوجة بنفس السرنجة، شي يسموها؟ يسموها جليك، او بعض الاحيان يسموها سلايد سكيل انسولين. ليش يسموها جليك؟ جي ال هي جلوكوز، والاي انسولين، والكي بوتاسيوم. الانسولين احنا نعرف يطول لانه البيشن هايبرغلايسيميا، جلوكوز على مود اخاف الانسولين يسوي هايبوغلايسيميا، فالجلوكوز يكون موجود حتى لا يصير هايبوغلايسيميا. البوتاسيوم لانه حفز لي الشيفتنج مال الجلوكوز للسيل. زين، اذا كان البيشنت هو بور جلايسيميك كنترول او عنده انفكشن، هذا لازم انا ايش اسوي له؟ اسوي له تايت جلايسيميك كنترول وذ انسولين انتنسيف انسولين ثيرابي. الانتنسيف انسولين ثيرابي هي شلون حتكون؟ حتكون لازم ابدي احسب اني حسب بودي ويت، تكون كل كيلو جرام اعطي 1 إلى 1.5 يونت بير كيجي بير دي، واقسمها هاي حسب على نظام البيزل بولس رجمن. البولس اللي هي اعطي يعني حقسمها 4 4، ربع قبل الريوق، ربع قبل الغداء، وربع قبل العشاء، هذا السوليبل انسولين. والربع الاخير اعطي ساعه بال11 بالليل اللي هو الانترميديت انسولين، او يعني يسموه الخابط. هسه راح ندخل على شرح الكيس مالتنا اللي هي الدايبيتك فود. 25% من البيشنت اللي هم دايبيتك فود يصير عندهم سكن وسوفت تيشيو انفكشن، و5 الى 15% من عندهم يتعرضون انه يصير بيهم ليمب امبوتيشن يعني بتر بالاطراف. اسبابه شنو؟ انه البيشنت لما يكون بور جلايسيميك كنترول فحيكون البلاد فيسكوزيتي مالته عاليه جود ميديال انفكشن، عنده بريفرال فاسيكولار ديزيز فيكون البلد فلو للاكستريميتيز يقل، وهي كلها يعرضها انه هي للانفكشن. سوماتيك نيوروباثي ان هو يقلل بين بيرسبشن، البيشنت ما يحس بالالم، ينجرح او يتعور فماذا يشعر بالالم فيتاخر عن ما ينتبه انه اكو جرح، احتمال هو وصل لمرحله الانفكشن. اوتونوميك نيوروباثي انه هو يقل عنده السويتنج، فتكون السكن مالته دراي وسكيلي، فتكون معرضه للجرح والتشقق والبلاسترز تصير بيها. المانجمنت مالته نون فارماكولوجيكال، ابدي انصح المريض لازم انت يعني تنتبه على رجلك اذا يصير بيها اي بلاستر او كاتس، ودائما تغسلها زين وتنشفها زين، دائما تحافظ عليها مرطبه، لا تلبس الاحذيه الضيقه، اظافرك لا تعوفها طويله، دائما حاول تقصها. بالنسبة للفارماكولوجيكال تريتمنت، هذا الشخص اللي هو دايبيتك فود حنسوي له التايت جلايسيميك كنترول اللي حكينا عليه قبل شوية. من قلنا انه البيشنت اذا يعني نوت جود كنترول لازم يسوي تايت جلايسيميك كنترول وذ انتنسيف انسولين ثيرابي، ولازم طبعا ويا الثيرابي اكو مونيتورينج. المونيتورينج افضل شيء عندنا احنا نسوي فاستنج بلاد جلوكوز اللي هو لازم يكون اقل من 120 ملغ بير ديسيليتر. الكيس مالتي هي فيميل بيشنت
وزنها 80 وطولها 162، عمرها 56 سنة، هي متزوجة وهي هاوس وايف. تشيف كومبلاينت مالتها يعني شنو السبب اللي دخلت لردها على مود عانت من شنو؟ عانت من فوت ألسر، صار عندها ألسر بالفوت مالتها. زين الهيستوري ايش قد صار لها؟ هيستوري اوف بريزنت إلنس، هي بيشنت عندها دي ام وتتعالج بالانسولين، بس هي ان كنترول دي ام وعندها هايبرتنشن وما تاخذ تريتمنت. هيستوري اوف سكن ديبريدمنت بيفور 15 دقيقه، قبل 15 دقيقه سووا لها سكن ديبريدمنت، وعدها هسه هي برجلها ulceration و yellowish to greenish discharge بالإضافة إلى pain و redness و swelling و fever تكون intermittent. ال past medical و surgical history احنا قلنا هي DM و hypertension، وبالنسبة لل surgical هي مسوية surgical debridement 15 قبل 15 يوم. هاي صورة ال patient من ردها، كان عندها ulcer وطبعا سووا لها skin debridement اللي هي يعني يشيلولها السكن اللي صار بيها انفكشن او ألسر او نكروسيس، وهاي بعد ما السكن ديبريدمنت اللي تلاحظون هذا اللون جرينش وهذا هنا بلاك، فيعني الانفكشن مالتها شويه قوي. شنو معنات السكن ديبريدمنت؟ مثل ما قلنا انه هم يزيلون الديد والكونتامينيتد تشيو، هاي اللي هي تعطل الهيلينج وتحفز الانفكشن، فاحنا نوخرها على مود احنا نحسن الهيلينج مال الجرح. طبعا هي لعدة اسباب يسووها، السبب اللي يهمنا بهاي الكيس احنا ليش دي يسوون السكن ديبريدمنت؟ على مود يشيلون التشو اللي هي بها كونتامينيشن باي بكتيريا او ديد سيل او كراستنج، يشيلوها حتى يحسنون الهيلينج. هاي صورة توضح لنا يعني السكن ديبريدمنت شلون يسووها. هاي شوفوا شلون هي نيكروتيك، اول صورة هي نيكروتيك تشو، والصورة الثانية دا يسولها irrigation by fluid، يعني irrigation للوند يسوي شون الري، يعني يغسلوها بفلويد اللي هو اما normal saline او tap water، وبعدين يكملون يشيلون السكن اللي هو dead ويحطوا لها يعني ضمادة. هي طبعا never smoking never consume alcohol، تاخذ الكافيين 1 cup per day وتاخذ 3 ميل بير داي، وطبعا هي ملتزمه بالدايبيتك دايت، بس رغم من ذلك هو انكونترولد البلاد شوجر مالتها، ما تسوي فيزيكال اكسرسايز، ما عندها الرجي ولا عندها انوونتد ميديسن سايد افكت. الميديكيشن اللي تاخذها نان بريسكريبشن، يعني اللي هي ما مكتوبه بالطبله، مجرد تاخذ باراسيتامول للبين وللفيفر 500 ملغ ثلاث مرات باليوم. الادويه اللي مكتوبه عندها بالطبله هي السيفترياكزون انتي بايوتيك، تاخذه 1 جرام اي في مره باليوم، والمترونيدازول 500 ملغ اي في 3 مرات باليوم، وتاخذ السوليبل انسولين حسب القراءه، وهاي تاخذه 3 مرات باليوم بس حسب القراءه يحددون الجرعه ايش قد يطوها، وسوليبل انترميديت انسولين هاي يعني يخبطون سوى السوليبل والانترميديت، يطوها 10 وحدات بال11 الصبح و10 وحدات بال11 بالليل. زين هسه احنا عندنا اسئله عن هالكيس. هي مطيها انتي بايوتيك سيفترياكزون وفلاجيل، هاي الانتي بايوتيك هي ابروبريت الهاي بيشنت؟ نعم، لانه البيشنت اللي يصير عنده دايبيتك فود حتكون عنده يحتاج يعني كومبينيشن يسوي لنا كفرج للجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وان ايروبيك، فالسيفترياكزون مسوي لي كفرج للجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، والميترونيدازول الان ايروبيك. هل الدوز اوف انسولين كالكوليتد ان رايت مانر؟ احنا مثل ما شفنا انهم كاتبين حسب القراءة، هذا شيء مو صحيح حسب القراءة، لانه لذلك البيشنت يكون يبقى البلاد جلوكوز مالته عالي. احنا مثل ما قلنا البيشنت لازم يسوي له الانتنسيف انسولين ثيرابي اللي هي تنحسب حسب البادي ويت من 1 الى 1.5 بير كي جي يونت بير كي جي بير داي، وتتقسم هاي 3 مرات سوليبل انسولين قبل الوجبة والانترميديت بال 11 بالليل. سؤالنا الثالث، شنو الفرق بين السوليبل والانترميديت انسولين؟ السوليبل انسولين اللي هو يكون رابيد اكتنج وشورت ديوريشن، هذا ياخذوه تقريبا نص ساعه قبل الوجبه، فهو مطي المفعول مالته خلال بعد ما تخلص الوجبه هو يشتغل لي يعني على قد الوجبه. والانترميديت انسولين هذا اللي انا انطيه بال11 بالليل على مود يسوي لي كفرنج للنايت تايم حتى البيشنت ليس عنده هايبر جلايسيميا، هو طبعا يبقى سلولي ريليز بحيث ما يتعرض البيشنت للهايبوغلايسيميا بالليل، لان ياخذه بال11 بالليل البيك يطي الصبح.
بالنسبه للفايتال ساين مالتها، مجرد انه البلاد بريشر عندها عالي، هي ان كنترول هايبرتنشن. هنا بالنسبه للاوتو ساتوريشن هو نورمال، لانه النورمال فاليو من 95%، بس هاي النورمال فاليو الموجوده هي مال ريسبيراتوري ريت، والريسبيراتوري ريت احنا ما لقيناه يعني ما لقيناه بالطبله، بس بالنسبه للاوتو ساتوريشن هو نورمال. هاي اللاب داتا، الفاستنج جلوكوز كلش هاي عندها، يعني باقي الاشياء طبيعيه، بس شوي عندها الهيموجلوبين والار بي سي لو، يعني انيميا عندها بس هي مو سترونج انيميا، يعني تتحسن بالدايت او الايرون اللي يفيدها. سؤالي الرابع هو البيشنت مثل ما شفنا هو هاي فاستنج جلوكوز، طبعا 367 كلش عالي، احنا قلنا الفاستنج المفروض اقل من 120، فبنا انه عنده فاستنج هايبر جلايسيميا، هل هذا معناه انه الدوز اللي اخذها بالليل مال انسولين هي غير كافيه؟ طبعا احنا ما يصير نجزم ونقول اي هاي الدوز مو كافيه فلازم ازيد له دوز الانسولين، لازم اتاكد من البيشنت الجرعه اخذها صحيح بالدعش بالليل، هل صحيح انه اخذها وهل اخذها وقتها مضبوط بالدعش بالليل، لانه نوبات مثلا يجي السب ستاف وينطي الجرعة مثلا الساعة 8 لأن يريد يطلع، فمن يعطيها الساعة 8 بالليل هاي راح توصل البيك مالتها بثنتين بثلاثة، مو مثل ما توصل البيك مالتها ساعة 5 إلى 6 الصبح ورا شوية يلحق المريض. طبعا هذه أجوبة الأسئلة، سؤال أول وسؤال الثاني، وهذا جواب السؤال الثالث، وهذا جواب سؤال الرابع. فإنه البيشنت إذا صار عنده الصبح هايبر جلاسيميا لازم أنا أتشيك ساعة بثنتين وبثلاثة شنو صار عنده. اذا بالثنتين وثلاثة صارت عنده اعراض او انه قاسوه السكر ولقوا عنده هايبوغلايسيميا، فهاي المورنينج هايبرغلايسيميا هي ريباوند او سوموغي افكت، شلون كانما الجسم دا يسوي ريفلكس انه صار عنده هايبوغلايسيميا فدا يريد يعوضها او يقلبها فتصير هايبرغلايسيميا مورنينج. فمثل ما قلنا هاي لازم نتاكد انه البيشنت اخذ الجرعه مالته صحيح ساعه 11 بالليل، اذا ما اخذها صح ساعه 11 بالليل فمعناها لازم هاي الدوز مال انترميديت انسولين لازم تتقلل، لان سوت عنده هايبوغلايسيميا بنص الليل وصار عنده الصبح هايبرغلايسيميا كريبان تايب. واذا لا تاخذها من وقت مثلا دي يعطيها 7 ستاف ب 8 او هاي لا لازم يضبطون وقتها. زين اذا كان البيشنت بثنتين الى ثلاثة بالليل هم كان عنده هايبرغلايسيميا، يعني بثنتين هايبرغلايسيميا والصبح هايبرغلايسيميا، هاي يسموها داون فينومينا، هاي معناها الدوز مال انترميديت عندي قليله فلازم شنو يزيدوها. سؤالنا الخامس والاخير كان البيشنت هو ان كنترولد هايبرتنشن، شنو التارجت بلاد بريشر بالنسبه للدي ام بيشنت، وشنو هو الانتي هايبرتنسيف اللي المفروض احنا نطي. التارجت طبعا بالنسبه للبيشنت اللي هو دي ام ويصير عنده هايبرتنشن لازم يكون اقل من 130/80، والبيست تشويز هو طبعا الاي سي انهبيتر على مود لا يسوي لي ريجريشن بالكيدني فانكشن. في حاله البيشنت انتوليريت الاي سي انهبيتر يقدر ياخذ الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، في حاله يردون يضيفوا له دواء ثاني للهايبرتنشن نقدر يضيفوا له فيازيد كدواء اضافي. بالنسبه للابروبريت الدراج اللي يعطوه هذا المريض هي اوكي ابروبريت وما عندي دراج انتراكشن. احنا سالنا 5 اسئله خلال الكيس، هاي اجوبتها موجودة بنهاية الكيس، وإن شاء الله تكون المحاضرة مفيدة، وأتمنى لكم الموفقية وشكراً.